السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بجميع متابعي مؤسسة النظام الطاقي على اليوتيوب. معكم سواح، حلقة جديدة من حلقات المؤسسة. نرحب بيكم، نرحب بكل الناس اللي بتنضم لينا جديد في قناتنا على اليوتيوب. اتكلمنا قبل كده في الحلقة الماضية عن حرب الأبراج في 2019، وضحنا فكرتها وقلنا إيه اللي بيحصل بالظبط في الفترة دي من كل عام، وتكلمنا في كل ما يخص الموضوع ده. طيب احنا في اخر فترة من العام 2018، في اخر شهرين، بعد كده بندخل في عام جديد، عام 2019. عندنا كلمة كده، مقولة، عندنا مقولة كده في مصر بيقولك اللي بيبات فيه بيصبح فيه. يعني لما بتيجي تسأل على حال احد ويكون هو مش متجدد، او يكون هو بائس، او يكون هو بيمر بظروف مش لطيفة، فيقولوا اللي بيبات فيه بيصبح بيه. انت عشان اللي بت فيه في 2018 ما تصبحش بيه في 2019، ليك الحلقة دي. الحلقة دي حاول تفهمها بتمعن وتنفذ اللي فيها، صدقني هيكون 2019 بالنسبة ليك هو عام زيادة أرباح، عام أفراح، عام اكتساب النجاح، هيكون عام مختلف تماما. قبل نقول بسم الله الرحمن الرحيم، احب انوه كالعاده اللي بيسمعني ومش مشترك في القناه، اهلا وسهلا بيك معانا، اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وفعل خاصيه الجرس عشان تضمن اي فيديو ننزله، اي حلقه تنزل توصلك اشعار بيها مباشره. وفي اخر الحلقه لو عجبتك لايك وشير للغير للجميع. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، 2019 على الابواب، عام جديد بنستعد ليه. زي ما قلت، عشان ما يبقاش اللي مريت بيه وعيشته في 2018 يكون هو هو اللي داخل عليك في 2019 وتخلي عام جديد بيتولد جايب معاه خير، انت كمان لازم تتولد ويكون انت مستعد للخير ده. حاجات بسيطة جدا جدا لما بتعملها بتفرق في حياتك، انك انت بورقة وقلم تفكر كده، تشوف كل الغلطات اللي غلطتها في 2018 وتكتبها، تشوف كل العادات السيئة اللي اكتسبتها في 2018 وتكتبها، تشوف كل الأشخاص اللي دخلوا حياتك محبوطين غير صالحين وتكتبها، وتيجي تراجع اللي انت كتبته حرف حرف كده. يعني فلان ده انا صاحبته السنة دي وفلان ده مش كويس، العادة دي انا بقيت اعمل كذا بسوي كذا ودي عادة مش كويسة، بقيت يعني كل شيء سلبي في حياتك موجود الآن وانت في 2018 اكتبه، عشان في الآخر خالص هتاخد قرار ان كل ده انت هتبعد عنه. فلان اللي هو السيدة انا هبعد عنه تماما، لانه هيضرني من غير مشعر، هيضرني جدا 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 وهيسحبني لطريقه، فانا خلاص هبعد عنه. العادة دي انا لازم ابطلها، حتى لو انت خدت قرار ورجعت فيها تاني ده طبيعي جدا بيحصل، احنا كلنا كده، كلنا، احنا محدش فينا معصوم. هترجع تاني وتقول خلاص هبطلها، تسيبها فترة وممكن ترجع لها تاني تقولها خلاص هبطلها. المهم يكون في إرادة، يكون في قرار ان انت عارف ان ده غلط، معترف بالأخطاء اللي في حياتك. كل ذكرى سيئة ليك في 2018 اكتبها، عشان في الآخر خالص الورقة دي انت هتولع فيها كده، تحرقها، وهي بتتحرق تقول خلاص ان هي بتخرج من حياتك تماما، بتخرج من هالتك المحيطة، بتخرج من عقلك ومن فكرك، علشان ما تفضلش مأثرة عليك على المدى البعيد. لما تنفذ ده حتى لو انت شايفه بسيط هيكون له تغيير كبير في حياتك هتشوفه خلال العام القادم. تاني حاجة، ملابسك، الدولاب اللي فيه الملابس بتاعتك، المكان اللي فيه الملابس بتاعتك، نزل كل ملابسك او خلي حد يساعدك، ان كانت زوجة، اخت، بنتك، اي حد معاك يعني، وراجع على كل ملابسك، شوف ايه اللي انت محتاج تلبسه وايه اللي انت خلاص مش محتاجه، عشان تنظفه وتكوي كده وتجهزه وتحطه في مكان، ان انت خلال فترة جديد كام يوم الجايين في نهاية العام هتخرجه لأي حد محتاج. تجدد حياتك. ان كنت، بمناسبة الموضوع ده، ان كنت عايز شيء جديد يخش حياتك اتخلص من القديم. ان كنت عايز شيء جديد يدخل في حياتك اتخلص من القديم. وإن كنت عايز شيء حلو ويدخل بالتأكيد على حاجة حلوة، حاجة كويسة، اتخلص من الشيء الوحش. الحلو والوحش ما بتجمعوش، الحلو والوحش ما بتجمعوش، فإن كان في وحش في حياتك اعرف إن هو ده حائط الصد للحلو، ابعده خالص يدخل لك الحلو. لازم تركز في دي، لازم تركز في دي. وزي ما اتكلمنا قبل كده في القانون، في قانون الكون، وقلنا ان هي زي التروس بتلف، زي ما بتديك زي ما بتاخد. تعالى برضه على حاجات كويسه موجوده عندك، ملابس، مال، كل الاشياء دي خرج منها،
عشان ربنا زي ما امر الكون وعمل له السيستم بتاعه وعمل له نظامه يبتدي يتفاعل معاك. فلما تخرج من الملابس اللي عندك للناس المحتاجين، اعرف ان انت ان شاء الله في العام الجديد هتلاقي في عندك حاجات كتير كويسه تعرف تختار منها وتعرف تشتريها وتكون مسهله وميسره ليك. نفس الامر لما تخرج مال وتنفذ القانون اللي احنا كنا عاملينه بتاع 10%، حلقته موجوده على اليوتيوب، هتلاقي نفسك الامر في العام الجديد ميسر جدا جدا وعالي ومختلف. النقاط دي زي ما قلت تنوه تاني، حتى لو انت شايفها بسيطة صدقني دي هتفرق في حياتك جدا جدا جدا. لازم يكون لك ورد من الاستغفار، جلسة الاستغفار العميق اللي موجود على قناة مؤسسة نظام الطاقي، انك تنفذها بشكل مكثف لفترة معينة، انت اللي هتحددها وانت اللي هتختارها وانت اللي هتختار التوقيت، بنية انك تغسل ما فات بأمر الله، انك تنظف ما فات وتبدأ عام جديد بطاقة نظيفة وطاقة جديدة. ولما يجي طبعا ده بتعملها في 2018 في الفترة الأخيرة دي، لما تيجي تدخل في 2019 وتبقى في يناير في أول العام على طول تختار وقت معين يكون مكثف، مثلا 3 أيام أو أسبوع، في الوقت ده أنت بتعمل فيه جلسة الاستغفار العميق الموجودة بشكل مكثف، علشان بنية إن برضو دي تجلب وتجذب ليك كل الأشياء اللي أنت محتاجها، إن هي تطهرك وتكون هالتك نظيفة مستعدة لجذب واستقطاب واكتساب كل الأشياء السمينة والأشياء النظيفة والأشياء اللي انت بتفكر فيها ومحتاجها. هتعلي عندك موضوع الجذب جدا جدا وهتحللك مشاكل كتير. يبقى انت غسلت نفسك من اللي فات وفي نفس الوقت معك درع بتحمي نفسك بيه، وفي نفس الوقت أداة مغناطيس أداة جذب تجذب بيه كل اللي انت محتاجه في العام الجديد. لازم النهايات تنظفها وتنظف البدايات وهكذا، يبقى ده سنة في حياتك، شيء بتنفذه على طول. في حاجة تانية برضو نتكلم مهم ان انت تعملها، ان انت تكتسب اشياء جديدة في العام الجديد. يعني مثلا انت بتقعد مع نفسك، انا داخل عام جديد عايز ابقى مختلف، يعني انا مثلا اسمي محمد، اسمي احمد، مصطفى، اسمي حسين، يعني مهما كان اسمي ايه، انت الشخص اللي بيسمعني يقول انا دلوقتي في 2018 نظامي كذا ووضعي كذا وبشتغل كذا، يعني ترسم حالتك كده، حالتك ايه بالظبط وضعك. طيب لو انت فضلت بنفس اللي جواك هتكون هو نفس الوضع اللي في 2019، هو ما تستناش تغيير وراك تقول الايام شبه بعضها، ما لازم تبقى شبه بعضها. لو انت من جواك اتغيرت مش هتبقى شبه بعضها، لكن لما تكون انت هو انت، نفس الشخص وفي نفس الظروف وفي نفس الدايره، انت منتظر ايه يختلف؟ منتظر ايه يختلف؟ مش هيبقى في اختلاف، هو هو نفس الشخص. فلازم تكتسب اشياء جديده. انت بتقول احنا في اخر 2018 ايه اللي هيفيدني ان انا ابقى داخل 2019 مختلف؟ الحاجات اللي قلناها. ايه اللي هيفيدني تاني؟ ممكن كتاب معين انت شايف انك انت او سمعت عنه حابب انك تقراه، فبالتالي هيوسع عندك الافق ويرفع شويه من قدر تفكيرك. طيب بسرعه الحق اعمل حاجه زي كده. ايه ممكن تاني؟ انا هكتسب لغه جديده، انا مثلا بتكلم عربي وانجليش مثلا، انا هتعلم فرنساوي، هتعلم كذا. المهم تلحق، حتى مش شرط ان انت هتبقى متقنها، يعني حتى لو بدايه مستوى، المهم ان انت تبقى داخل 2019 مختلف، مختلف باي حاجه. ازرع جواك فكره الاختلاف، ربنا هيفتح لك كل الابواب التانيه. يعني ركز بس على انك تبقى مختلف، ركز مجرد تركيز، وخد خطوة بسيطة في اي شيء بسيط، البسيط ده هيبقى كبير جدا جدا بعد كده، هيبقى كبير قوي، هيفتح لك حاجات كتير. زي بالظبط التاجر اللي بيبدأ فتاجر في حاجة تساوي جنيهات، فكسب جنيهات ففرح بيها، فجأة بعد فترة يقولك شايف بدايته كانت ايه، دلوقتي معاه مليارات، بيربح مليارات. بداية المطر الكتير اللي ممكن يعمل سيول ده بيبقى قطرات، نقاط بسيطة كده بتنزل على الأرض. فنفس الأمر التغيير الكبير اللي هيحصل لك بدايته بيبقى حاجات بسيطة جدا جدا جدا. إيه اللي أنا شايف إن هو هينفعك جدا برضو إنك تركز عليه؟ أولا في بالنسبة لنظام الطاقة، أنا بتكلم اللي بيتابعوني، يعني لما أقول بالنسبة للنظام الطاقي، لأن أنت بتسمعني عن طريق النظام الطاقي، لكن لو حد مثلا بيسمعني من قنوات تانية او انا الحلقات بتاعتي بتروح قنوات تانية، هتكلم عموما في اي قناة انت بتتابعها، لكن انا بتكلم دلوقتي عن نظام الطاقي. اوكي برضو انا بوضح ده ليه، لانه في ناس ممكن تكون بتيجي تسمعني حاجات بسيطة وبتروح هي متابعة اشخاص اخرين، مفيش اي مشكلة. انا بالنسبة لي بتكلم عن اللي موجود، عن المحتوى اللي عندي اللي انا امتلكه على القناة. لازم
تراجع مرة أو مرتين جلسة التحصين، هتلاقيها موجودة على القناة وده مجانية جدا منشورة قدامك. لازم جلسة الاستغفار زي ما قلت، أنت اللي هتحدد الوقت ويكون وقت مكثف وتنفذ فيه جلسة استغفار كتير. راجع كل الحلقات اللي فاتت، مش شرط تسمعها كلها، انت بتراجع بتدخل على القناه تجيب الفيديوهات بتلاقي الفيديوهات كلها صف واحد كده، راجع بسرعه كده العناوين بتاعتها، هتلاقي الحاجه اللي تشدك اللي انت شايفها ان انت محتاجها، اسمعها وشوف الفكره اللي فيها، غير فكرك وطور منه، غير فكرك وطور منه. الشق الثاني اللي هو الشق المدفوع في المؤسسه اللي هي الكورسات. ناس كتير بتبعت هو ازاي نحصل على كورس كذا وانا موجود في المكان الفلاني. الكلام ده احنا اتكلمنا فيه كتير قوي 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 يا جماعه. هي المؤسسه مغفره في اكتر من كورس، في كورس كشف السر ده بدايه رحله الوعي واتكلمنا عنه كتير قوي، كورس كشف السر اللي هو بيهدم الموروث وبيخليك تبدا من جديد، في كورس التحرر اتكلمنا عنه كتير، كورس جذب شكل الحياه وطاقم الروح للناس اللي كانت بتسال عنه، كورس التخاطر الاتصال الذهني بين الاشخاص، كورس الحسد وعلاجه، كورس نيورو ستارت اللي هو خاص بعلاج الوساوس وتنظيف الهالات واشياء زي كده. الكورسات دي كلها متاحه. طيب انت بتيجي تقول انا موجود في المكان الفلاني ازاي احصل على الكورس؟ انت مهما كان مكان تواجدك في العالم الموضوع بسيط، لان الكورسات دي ليها حاجتين، اول حاجه او ثلاث حاجات. اول نقطه فيهم ان هي على سيديهات باسم المؤسسه بتصلك بالشحن على عنوانك مهما كان، في اي مكان في العالم بقى، في امريكا، في السعوديه، في الامارات، في بريطانيا، في المانيا، مهما كان مكان تواجدك بتوصلك بالشحن. تاني عنصر ممكن توصلك من خلاله، تاني طريقه ممكن توصلك من خلاله ان هي مرفوعه على سيرفر بيوصلك لينكات تحملها. تالت خطوه ممكن تحصل عليها بيه برضو عشان تبقى كل الطرق موفره للناس اللي عايزه تحصل عليه مهما كان موجود سواء جوه مصر او بره، ان هي موجوده على اليوتيوب لكن مشفره، يعني غير معلنه للجميع، غير ما بيتمش بثها للجميع، هي مشفره بيحصل على الرقم بتاعها او التشفير بتاعها الناس اللي اشتركت فيها، بيوصلك على الايميل التشفير بتاع الفيديو، تدخل تسمع الفيديوهات الخاصه بكل كورس، كل كورس عباره عن عدة فيديوهات بتسمعها وبتنفذها ويكون في متابعه معاك. طيب دي انا عرفت ان ازاي باخدها، طب ازاي انا بدفع قيمتها؟ بتدفع قيمتها عن طريق انك بتتواصل على الرقم اللي ظاهر امامك على الشاشه اللي هو الرقم بتاع النظام الطاقي، هو بيوضح لك طريقه الدفع. لكن خلينا نوضح حاجه، ان مش كل الدول متاح فيها الدفع، يعني جميع دول العالم يقدر يدفع ومتوفر طرق للدفع بسيطه وسهله، ما عدا البلاد المغرب العربي، المغرب، الجزائر، تونس، دول مش متوفر فيهم طرق دفع نهائيا وتماما، ما فيش طرق دفع. اللي بيحصل من الناس دي على كورسات بيحصل عليها بطريقتين. الطريقه الاولى انه بيكون متواجد في دوله غير دول المغرب العربي، فبيقدر انه يدفع رسوم. تاني طريقه انه بيكون موجود داخل المغرب العربي، المغرب او تونس او الجزائر، لكن ليه احد في الخارج بيخليه هو وسيط ان هو يدفع رسوم الكورسات. وده مش في الكورسات بس، حتى في منتجات، يعني ده انا بتكلم على وسائل الدفع عموما، يعني حتى في المنتجات اللي بتقدمها المؤسسه الخاصه بالطاقه الحيويه او غيره، اي تعاملات ماليه عموما. فالاخوه في المغرب العربي بيزعلوا جدا 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 لما بيلاقوا في ايميلات بتتبعت ويلاقوا في احنا عايزين كورس كذا وتواصلوا ويلاقوا ما فيش حد بيرد عليهم من اي حد من فريق العمل. ده لانه الناس احنا تعبنا من كتر ما نقول كده. انت لو من اي بلد من المغرب العربي وانت بتبعت قول يا جماعه انا عندي طريقه للاشتراك، ساعتها هيتواصلوا معاك. لكن ما تدخلش تقول انا عايز وعايز وعايز، احنا ما فيش مشكله، احنا نفسنا جدا طبعا، اي حد نفسه ان هو كورساته تنتشر اكتر وتحقق مبيعات اكبر، لكن زي ما بقول لك يعني زهقنا من كتر ما بنقول يا جماعه انتوا عندكم صعب جدا عمليه الدفع، صعب جدا 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 جدا. الثلاث دول دول بالذات، وليبيا ممكن تكون شويه شويه. تمام، ده بالنسبة للشق الغير مجاني. اتكلمنا على الشق المجاني هتقدر تعمل فيه ايه وتستفيد ازاي، والشق الغير مجاني احنا وضحناه. كل حاجة بالنسبة لك متاحة، خدمة الاستشارات متوفرة، كل ما هو عليك انك تدخل على الرقم اللي ظهر امامك على الواتساب وتقول اسمك وبلدك وتقول ايه الموضوع بالظبط عشان يتحدد لك الخدمة بتاعت الاستشارات. اي حاجة متوفرة، اي حاجة متاحة، احنا معاكم متفاعلين، احنا معاكم متابعين، احنا معاكم بننطلق بيكم ومعكم، هيكون عام جديد ومختلف بإذن الله. ما تنساش عجبتك الحلقة شير للغير، لايك، وما تنساش انك تشترك في القناة عشان يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معكم سواح.